أما الشباب البحريني فبطريقتهم الخاصة، فمنهم من يزين سيارته بألوان العلم، ومنهم من يغطيها بصور القيادة الرشيدة، معبرين بكل الطرق عن حبهم للوطن وولائهم للقيادة. الزميلة شوق العثمان تنقل لنا التفاصيل في هذا التقرير. مزيج من لونين الأحمر والأبيض وصور للقيادة الرشيدة يشعرك بمعنى الانتماء والولاء لهذه الأرض. هكذا يتفنن المواطنون والمقيمون والزوار بتزيين سيارتهم احتفالا بالمملكة ويومها الوطني. التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة الشعب البحريني الوفي بمناسبة العيد الوطني. وعندنا ما شاء الله أقبال هاي السنة، مسوي رحنا 1000 صورة، وعندنا تقريبا 50 سيارة قاعدين نسوي لهم، كل سيارة تأخذ 5-6 صور. وما هذا كله إلا طريقة بسيطة يعبر فيها شباب البحرين عما تكنه قلوبهم من حب لهذه المملكة التي ترعرعوا في حضنها وأكلوا من طيب ثمرات نخيلها واستنشقوا هواءها إلى أن سكنت فيهم. طبعا أنا كل سنة أزين سيارتي، وهذا أقل شيء ممكن أسويه من أجل أن أعبر عن حبنا وانتمائنا للوطن والبحرين تستاهل كل خير. أهلنا القيادة الرشيدة وشعب مملكة البحرين بصفة عامة، طبعا هذا مو شيء جديد علينا، احنا على مدار السنين اللي راحت ونحتفل في هاليوم ونزين السيارة ونطلع أنا وإخواني وربعي وشعب مملكة البحرين كله، اللي نقدم فيه أبسط الأشياء اللي نقدمها تجاه الوطن الحبيب، اللي نطلع فيه مسيرات ونستانس في هاليوم، اللي نقدم فيه الولاء والانتماء الوطني، سياراتنا تستاهل. أول شيء حبينا نهل القيادة الرشيدة، يعني هاي شيء مو غريب علينا، كل عام ممكن نسويه نحتفل بعيد الوطني، لأنها يعني عيد مجيد علينا، ويعني هاي يعني الشعب كامل لازم يحتفل بهاليوم، لأنه يوم وطني علينا، على الشعب البحريني وعلى يعني صرنا نقولين مو بس البحرين يعني اللي يحتفلون، في الخليج كامل يحتفلون يعني في هاليوم. حب البحرين يتجسد في طرق التعبير التي يستقبل بها أهل البحرين شهر ديسمبر، شهر تكتسي فيه المملكة ألوان علمها وصور قادتها، ويكتسي كل ما فيها بهذه الألوان والصور التي تشكل مثالا حيا لوحدة هذه الأرض أغلى أرض. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.